أحمد سيلانيو أو كمدة معلمين توح كدك تجودها سوماليلان أو دوان حبس جلوت حابي كدي مركي أسكوما قاعد نقدين مدحونها سوماليلان أي دب حريدي سووا هلاي سدوا وربحين تور كاسين وقف عفاهنا يوريا يقفاي سلادن فيفا أحمد محمد محمود سيلانيو وأبرم وحكة دقيقة كسيه دكوي على قدر جيسه وحنا ضبي يقضي تطبات كأنه كسو قدومني إذا ما ظل سعود كدق دقائق جديد كتران في كدو كحدين قدر جيسه يدو مارين تشل أي حد ندبوه عليه حرية جيسه مع لين سينايو وحنا حرون تقصي جم دحتوي دس مال الآن عزوم دو في دي مدحوينها سما الآن مظن أحمد محمد محمود سينايو كولندر أو يسحقوي دارسيا إذا مر كان ينتيز بدن كوقت ميسات أو كلب حي مجا سينايو يعرفين تخلت كإذا ما دو كل كأن كدب وحور في ديان كساك كل هذي جودها دوسي أو برهكي هي إن ردينا مجال درجيسا وحنو فافين مغلق بهي قاب كل واحدي يسقو سجارة حندنا أقوم هدري يسقو سجارة حندنا أحسن نظام كأول دقمن إذا ما دتنا في كده جعنت كهي زوينا أقوم هدري مدحوينها سمال الآن عسومد ديو في دي واحدا بيمانجلين مقع مدحوينها أنا مقع يقول هو أحمد محمد محمود سيرانيو كدب عيدن كنا بتجليد ودوين كأي بابور كمدة شغالة هيجا سكول ككمدة لعكو جناحي لعكتي بن بحيي كدب جناحي بن بحيي وحوي أن لقى صوت حراعي هل كان اللي يجي من سكول كأ وحل يجي يري وحكدون يتليها لانت نبت جليدة ترافقة هل كان عن سير شرفة وجود تجي أرداد وحوي أن أضاور كتير راعي كدب هل كان كي يجي ين سؤال ويديو لوحد بيا ما جليني وحوي سميجي إنه يرى قل أو وحوي ماشي تذكي دم بيا دلها كح كن كتيرين ويجو حري وحتاير رعد تذكي صوب وقني ين الرصاص أي اللوجو شوابي marka aad baan wax xumahay sida uu la dhaqmay iyo sida uu dadkii magaraansa sharafta lahaa ee iimanayay madaxweynuhu wuxuu yiri aad baan ugu faraxsanahay qof aan isku wax weeyaa wasamigaygii anna shalay dhirranaan iyo wax weeyaan kalgacal bay taasi siisay waxaan ku faraxsanahay inaan magaca hadda la yiraahdo axmed maxamed maxamuud hadi siray waxaana inta waxay raacda شرفت إيه وحويان كرامة أو مدحوينه هنا قابلة أيار أدق فرح سنة وحندن كيس يسقون ورفيديان كيس لجواب تأكل هذا محمد محمد إبراهيم وهم عمله جود الدكسيدة نور الدين وحنوم هذا اللي مدحوينها حكومة دا جرسور كيسدو كلا إذا مدا بليسكا وحنوم هذا علينا إن مدحوينها جمهورية الصومالي لان مدنى أحمد محمد محمود وحنوم هذا علينا إن إنه معمله aan qaabilay oo uu qasriga madaxtooyada ku casuumay oo uu ka jawaabay codsigayagii maamulihiina uu joogo oo aad insha Allah ta'ala la hadli doontaan waxaan aniga fursad ay ka faa'iideysanaya u mahadcelinaya garsoorka dalka waxaan Ilaahay uga baryayaa man madaxdeena garsoorka ee maanta joogta inuu Ilaahay ciribtooda wanaajiyo dadadan ayaa haytii ugu hadalaynta badan ee todobaadkeena kasoo gudbnay baraha ay bulshadu ku kulanto ay si weyn shacbiga ugu qaada dhigayeen sababta isku magac u noqdeen madaxweynaha Soomaaliland taasi oo inta badan shacbiga ay si weyn uga diidiyeen Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV caalamiga Somali Cable magaalada